والله انا اجي لك الامن واقول بتعكسني، انا اجي لك الامن وتقول واقول ان انت بتعكسني. صباح الفل. اهلا. صباح. ازيك يا ماما؟ عامله ايه؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله. انا كنت عامل لك بس كده هديه صغيره بس مفاجاه، بس يا رب تعجبك وتفرحك. يعني ايه هي المفاجاه؟ مين دي؟ ايه رايك؟ حاجه جميله جدا بجد. عملتها امتى وازاي؟ ايوه انا جاي حاطك من شويه هنا وفي الكرسي قدامك ده. والله انا ما خدتش بالي. لا ولا يهمك حاجه. فرحتك ولا لا؟ طبعا. طب وشبعك؟ طبعا دي هي انا. طب والنضاره وكل حاجه والاشارب فعلا. ايه الجمال ده؟ ربنا يخليك الكل يا رب. برافو عليك، حاجه جميله. مبسوطه، فرحتك جدا بجد والله. والله فرحتيني فعلا، حاجه جميله. طب حضرتك قاعده بقى لوحدك هنا بقى بتعملي كده الصبح كده؟ انا ساكنه في العماره اللي هناك دي. اه. وبنزل اشرب القهوه، واولادي بيبقوا في الجامعه واللي في الشغل، وعشان كده بقى اشرب قهوه وانشف. وانت اسمك ايه بقى؟ اسمع علي. اهلا يا علي. ربنا يخليك يا ماما. عندك كام سنه يا علي؟ ايه السؤال المحرج ده؟ عندي 32 ماما. اه. ما انتش متجوز ولا خاطب ولا حاجه يا علي؟ ايه حصل سؤال محرج؟ لا لسه، ما حصلش نصيب بقى لسه. لا ده انت حظك حلو بقى، ده انا عندي عروسه بنت واحده صاحبتي جميله جدا وبنت ناس. في ايه الاحراج ده ماما؟ في ربنا يكرمك. ماشي اوكي، حاضر اقعد، بس يعني اقعد لو عشان العروس يعني، ولا عشان ايه؟ هتجيبيها ولا ايه؟ هتكلم معاك عشان انت واحد حد محترم يعني. ربنا يخليك يا ماما والله. يعني بس انا بس يعني بجد لا انا محرم، انا اقعد اعمل ايه طيب؟ اقعد طيب. طب يا الحرام ده في ايه؟ والله انا اجي لك الامن واقول بتعكسني، انا اجي لك الامن واقول بقى ان انت بتعكسني. في ايه ده؟ توديني في داهيه عشان العروسه خلاص؟ لا وديني قعدت اهو. انا مش مصدق اللي بيحصل، اقسم بالله والله يا ماما. ربنا يخليك يا ماما والله. يعني يعني انا ما اعرفهاش ولا تعرفني، في حد يعني هتعرفوا بعض يا هاني، ما كله بيتعرف ببعض يعني. يا ماما انا جاي برسم الصوره، قول ده جاي في الحوار دي كلها. اديني رقمك وانا كده. انا عجبتني اسمع، عجبتك ولا ما عجبتكيش؟ الرسمه تحفه وجميله بجد والله، وانت فنان والله. ربنا يخليك. بص كده الكاميرا شبيك. اه طبعا. بص بجد انا فرحتك والله العظيم، عجبتك ماما والله بجد يعني. والله فرحتيني. وشكرا جدا لزوجي. ربنا يديك الصحه والعافيه. ربنا يخليك. تفضل ان شاء الله. شكرا جدا لحضرتك. انا متى معايا برضه في عربيه برواز، احط لك في الرسمه واجيبها لك عشان تعلقي على طول. اوكي. تمام؟ ماشي. الفرصه سعيده جدا. ربنا يخليك يا ماما. انا الاسعد. ربنا يخليك يا رب. سلمي على عروسه. السلام عليكم. سلام.